بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حبايبي المتابعين. عندي هذه الوحدة الداخلية ويست بوينت، راح أعلمكم كيفية تخزين وحدات التكييف سواء كانت جديدة أو مستعملة، أو ممكن تكون عندك وحدة تالفة يعني خارجية تالفة ولكن ظلت الوحدة الداخلية سليمة وأنت قمت بتنظيفها. زين، تنظيف هذه الوحدة وتبغي تحتفظ فيها للمستقبل على وعسى. زين، أن تجد وحدة تشتريها مستعملة وبعدين تقوم تركبها، أو أنك تركبها بدل الوحدة اللي كانت عندك. طبعا مثل ما شاهدتم هذه وحدة جديدة وشرحت عنها سابقا وجاية التوصيلات هذه. طبعا مثل ما تشاهدون ان الوحدات الجديدة راح تجي بغطاء. زين، تلاحظون هنا طلع هواء او ممكن يكون داخل كان في نيتروجين. تلاحظون يجي بهالشكل صراحة. لكن خلنا نقول انك انت قمت بفتح هذه الوحدة، او مثل ما قلت وحدة مستعملة او وحدة قديمة عندك وجاي تبغي تخزنها. طبعا تلاحظون انه امانة اللقطية هذه تختلف. زين، راح ارويكم ايضا قطع اخر. زين، ممكن يجي هذا النوع. زين، وممكن ايضا يجي هذا النوع. زين، يعني غير هذا، يعني في انواع مختلفة صراحة. اوكي، وهذه الأغطية الله يحفظكم إذا مثلا سديت هذه الفتحة، الشركة الأصلية شو تسوي، أو الشركة الصانعة، خلينا نقول الشركة المصنعة لهذا الجهاز، تقوم بسد هذه. زين، أو تسد هذا القطع وبعدين تركب هذا النوع، أو تركب هذا النوع. زين، النوع الثاني في جهة ماسورة خط الضغط حسب حجم الماسورة صراحة. تلاحظون هذا شوي كبير وهذا صغير. زين، تركبه هنا، يعني أول شيء تسد هذا تمام، تركب هذا. بعدين عندها جهاز خاص يقوم صراحة إما بتفريق الهواء عن طريق هذه الفتحة بعدة خاصة، أو عملية ضخ النيتروجين داخل. زين، لضمان سلامة صراحة الأجزاء الداخلية من أي صدى أو أكسدة داخلية. لكن مثل ما قلت، خلنا نقول أنك أنت خلاص فتحتها وبعدين حاب أنك تخزنها مثلا، أو ما راح تستخدمها. زين، أو وحدة مستعملة عندك، أو وحدة اشتريتها من أي مكان، راح ارويكم مثل ما قلت الطريقة اللي كيف تخزن فيها هذه الوحدات، تختلف عن تخزين المصنع. طبعا هذا القطع، اذا ما عندك هذا القطع راح تجيب الله يحفظكم القطع العادي، الصمودة العادية هذه. زين، وتركبها مع، خلنا نشوف تركبها مع شنو، تركبها مع السدادة مالها سواء هذه أو هذه. تركبها مع السدادة هذه حسب حجم. زين، الماسورة كانت الماسورة هذه نص تقريبا أو 5/8 مثلا، راح تركب عليها هذه. إذا عندك الغطاء الأصلي ممكن تستخدم هذا الغطاء الأصلي. زين، أو هذا النوع. لكن نقول إنه ما عندك هذا الغطاء، راح تستخدم هذا، ينباع صراحة. أما هذا ما تحصله في السوق، هذا يجي مع الشركة مع الجهاز المصنع، ما تحصله في السوق. هذا ممكن تحصله في السوق. زين، هذه الأغطية ممكن تحصلها في السوق بهالشكل. ممكن أيضا تستخدم هذا النوع، هذا النوع أيضا سدادة الله يحفظكم. خلنا نشوف يركب هنا أو ما يركب. شوف يركب هني، اي يركب هني. زين، لا هذا كبير شوي.
شوف الانواف الاصغر هذا نوع لان دائما احتفظ فيهم صراحه، فتقدر تركب هذا الغطاء او تقدر تركب مثل ما قلت السمولة هذه مع هذه الغطاء او هذا النوع تركبها زين حسب السمولة المخصصة للهوز هذا، وايضا راح تشده على القياس المخصص. طبعا راح اشده هذه ممكن نص، راح اشده على 35 نيوتن حتى صراحة ممكن 30 نيوتن او 25 نيوتن راح تأدي الغرض. يعني لا تحاول تشدها شد انك جالس تسكر على جهاز. اثناء الشد صراحة ثبات زين، راح تقول انها صراحة ان هذه بلاستيك ممكن فقط تحتاج الى شد قليل صراحة، حتى ممكن نيوتن ما راح نوصلها اساس انه ما تتلف الوضع الاخر. والله احفظكم طبعا ما عندنا الجهاز هذا اللي ممكن نشفط فيه، راح تسوي لك وصلة نفس هذه زين، تعملها تجيب إبرة، أنا هذه ربع تجيب إبرة، الإبرة راح تكون نفس هذه جديدة، وتركب عليها صمولة هذه، وبعدين تعمل لك فلير بهذا الشكل. زين تأكد ان الابرة موجودة داخل، انا احيانا صراحة اخلع الابرة تركب الابرة مالها تشدها الخفيف، طبعا الابرة موجودة الصمولة موجودة، عملت لك فلير، الفلير راح يكون مناسب للرأس هذا، وبعدين راح تركب الصمولة هذه بهذا الشكل وتشدها زين، طبعا هذه واحد على اربعة راح تشدها تقريبا حدود 15 نيوتن اذا امكن افضل. شيء راح تجيب مضخة الفاكيوم وعدة القياس، وأيضا راح تجيب الوصلة، هذه الوصلة أهم وصلة صراحة في هذه العملية، هذه الوصلة تكلمت عنها في المقطع السابق، راح تسمح لك انك تضغط الابرة هذه وايضا ترفع زين الابرة هذه، راح تركبها الوصلة هذه راح تركبها بالماسورة هذه او بالخط الخدمة هذا زين، راح تضغط عليه تضغط عليه المحبس هذا زين، وتجيب عدة القياس الله يحفظكم
تركبها بشكل طبيعي. زين رز التفريق راح نبدأ بعملية الفاكيوم. شغل الماكينة. طبعا راح تختبر صراحتها اذا كان المؤشر راح يرجع او لا. تتركه لمدة 3 دقائق 5 دقائق وتشوف هل راح يرجع المؤشر للصفر او راح يظل على الماينس 3 0. اذا ظل على الماينس 3 0 راح تكمل عملية الفاكيوم زين لمدة ربع ساعة. راح يكون جيد ربع ساعة وامورك ان شاء الله راح تكون طيبة. مونة طيبة طبعا الصوت الفاكيوم تغير. كمل تقريبا في حدود 10 دقائق راح اتوقف عن الفاكيوم ونفصل عدة القياس. طبعا قبل لا تفصل عدة القياس اول شيء لاحظتم راح ترفع الوحدة الصغيرة أو النظام هذا على اليسرى أساس أنه يرخي على الإبرة. بعدين راح تطفي إضاحة التفريغ وتفصل ماسوتك أو هوز. بالتالي الإبرة عندك موجودة هني زين وهذه الإبرة ما راح تسمح بدخول او خروج اي هواء من داخل المنظومة. وبعدين راح تجيب لك الغطاء هذا وتركبه وامورك راح تكون ان شاء الله طيبة. وبالتالي تكون صراحة فرقت المنظومة من الهواء وحافظت عليها. المنظومة هذه ما راح يكون فيها أي هواء أي أكسدة أي شيء أي رطوبة زين أي هواء داخلي. وبالتالي إن شاء الله ما راح يصير عندك أي ليك في المستقبل في حال أنك قررت تستخدمها. وأيضا ما راح تصير عندك مشاكل من ناحية الغاز لأن بعض الوحدات إذا صارت عندك مشاكل داخلية مثل رطوبة هواء أي شيء داخل ممكن راح يأثر على مرور الغاز داخل المنظومة وأيضا ممكن راح يتسبب في وجود تسريبات داخلية. زين طريقة تخزين الوحدة الداخلية في حالة أنك ما راح تستخدمها أو مثلا تكون عندك الوحدة هذه مستعملة وتحتاجها في المستقبل. أرجو
من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة، ونلتقي إن شاء الله معكم في وقات أخرى نتعلم مع جمال. إذا أعجبك المقطع لا تنسى الاشتراك وبدال الإعجاب، وأيضا نشرب حباكم. نشوفكم على خير إن شاء الله.